المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا راح تكون عن غزوة بدر الرائعة، وراح يكون معنا أخونا وحبيبنا ابن كثير في هذه الحلقة. بالبداية خلونا نرحب بأخونا وحبيبنا أبو الحكم ابن كثير. أهلا وسهلا بك صديقي جان، وأسلم على جميع الصديقات والأصدقاء والمشاهدين والمشاهدات واللي موجودين ويانا بالتكست. أهلا وسهلا أبو الحكم. على كل إن أنا بس بدي أرحب بكل أصدقائنا الموجودين معنا بالتكست، بس لحتى يفتح معي اليوتيوب، أظن لسه ما فاتح اليوتيوب. شو قصة اليوتيوب لحد الساعة لم يفتح؟ في أتمنى ما يكون في أي مشكلة عنا، أتمنى إنه ما يكون في أي مشكلة عنا. أش يظهر في مشكلة عنا أبو الحكم؟ ما بعرف، نحن على الهواء مباشرة، ولكن فتح اليوتيوب. على كلنا طبعا أرحب بكل الأصدقاء الموجودين ببداية الحديث معنا. طبعا نسرين، مستر بلاك، براندي، اخيرا اهلا وسهلا براندي، يعني من زمان يا زلمه، وينك. طبعا بكل الاصدقاء اللي متواجدين، علي عمده، والاسماء كثيره، انا اتمنى اقدر. مالك اهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتواجدين معنا. على كل إن أنا بشان ما نروح نساوي مثل ما يطلبه الجمهور، أو هاي شو بسموها، كان أبو الحكم يعني أهدي سلامي لأهلنا في الأرض المحتلة. على كل حال أهديكم سلامي أصدقائي، وأهديكم محبتي وعيوني أنطيكم إياه. أبو الحكم، خلينا نبدأ من بداية غزوة بدر إذا تكرم، تفضل. نحن أعداء الأمس حلفاء اليوم. عجبتك أنت امبارح، أعداء الأمس. يا شيخ سمعت إلي أصداء جميلة الحلقة، فأنا كثير مبسوط أنه الناس عجبتهم الحلقة. يعني على كلنا أصدقائي، أنا يعني أتمنى من أصدقائي يشاركونا الحلقة، لأنه أنا بصراحة لا أنا ولا أخوي أبو الحكم وزعنا الحلقة، فأتمنى من الأصدقاء إذا بتقدروا المساعدة توزعوا رابط الحلقة حتى يشوفنا أكبر عدد ممكن من الأصدقاء. وبكرة في عنا حلقة الساعة 5 بتوقيت لندن طبعا مع نبينا سامي الذيب، بس باللغة الإنجليزية. يعني أنا أول مرة سأقدم يعني حلقة باللغة الإنجليزية، ولغتي الإنجليزية صايرة ضعيفة يعني من كتر ما أحكي عربي. ف نقول حتى يصير ربي يسر، يعني أو الجلدة تيسر. تفضل أبو الحكم، تفضل. طبعا بالبداية أحب أقول لكم أنه قصة، يعني أخذتها طبعا من كالعادة من ابن كثير، غزوة بدر. فالقصة طويلة جدا يعني، ومعادة وفي أحاديث كثيرة، وأنا حاولت بكل الطرق أنه أختصرها، ويعني خل بس الأشياء المهمة تركت فيها فقط. يعني إحنا خلينا نبدأ حتى ما نتأخر على صديقاتنا وأصدقائنا. يقول لك قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آل عمران 123. هاي طبعا البداية اللي بدأت بها القصة. طبعا أنا ما حذكر الشغلات المهمة اللي صارت في غزوة بدر. بعد ذكر سرية عبد الله بن جحش، ثم أن رسول الله سمع بأبي سفيان قال ابن إسحاق صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش، هذا لما كان عنده
أبو سفيان كان عنده يسموه صخر بن حرب، هذا كان عنده القافلة اللي فلت من محمد من السرقة مالته يعني، فيها أموال وتجارة، وفيها 30 رجلا أو 40 منهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرمي بشهرين. قال: وكان في العير 1000 بعير تحمل أموال قريش، يعني أموال الناس هاي، بأسرها إلا حويطب بن عبد العزة، فلهذا تخلف عن بدر. قالوا: لما سمع رسول الله بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، يعني جاي يحثهم على السرقة واضح، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس فخفف بعضهم وثقل بعض، وذلك إنهم لم يظنوا أن رسول الله يلقى حربا، يعني ما كانوا يعرفون. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس من لقي من ركبان تخوفا على أموال الناس، يعني كلام منطقي، يعني يخاف أموال الناس تنباق، يعني كان حاط جواسيس أبو سفيان. حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمد قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فاحذر عند ذلك. فطبعا أبو سفيان كان ذكي وغير الطريق، يعني راح من طريق آخر. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة ومره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، يعني هذا ضمضم راح بسرعة يخبر الناس الآمنين في مكة أنه انتبهوا، محمد جاي هنا حتى يسرقكم. يعني قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بعلى صوتي: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هو حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3، يعني الحقوا تجارتكم. وإذا وقد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري هو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. كان يتيحتون قبل. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. ضار ابن حضرمي أكلها، فقالوا: ما راح يدبرها ويانا. قال ابن إسحاق: فكانوا حكم هون. يعني أنا بس بدي أفهم شو بيفرق محمد عن قطاع الطرق؟ يعني قافلة جاي من الشام إلى مكة حاملة بضائع، الناس تجار بمكة رايحين مشترين بضائع من بلاد الشام وجايين يبيعوها في مكة للقوافل العرب اللي بيجوا بيأدوا الحجة، بيأدوا أشياء هيك، عمرة ولا وتامر، يعني بيذبحوا ذبائح لمقدساتهم، يعني قافلة كلها تجارة، يجي محمد بجيش يقطع الطريق على هالقافلة ويسرقها وياخذها كغنائم، شو فرق محمد عن قطاع الطرق بهالحالة هي؟ طبعا جان انت تدري انه الناس قبل، يعني مو تقول التاجر هو يشتري الشغلة ويروح يبيعها، لا، كان الناس يوصوه: جيب لي فلان شيء، هذا يقول فلان شيء، هذا يقول فلان شيء، وكان ياخذ منهم ارباح يعني، فهذا اموال الناس كان. فمحمد اول ما بدا الدعوة مالته بدا بالقتل، لانه هو 13 سنة يدعو الناس الى إيمان وما آمن به غير 100 نفر، فقالك هاي الشغلة ما توكل خبز، فلازم أبدي بالشسمة، جمع الصعاليك والناس اللي متروكين من القبائل اللي يعني شاذين عن القاعدة وناس مجرمين، كلهم راحوا على الجبل، فجابهم كلهم، قال: تعال تليش بالجبل، تعالوا صيروا وياي وإحنا نصير
دين الله كذا وكذا، وأول ما بلش بهم بالهجوم على قافلة بدر وما لقى غير قافلة جماعته وأهله وأقاربه، يعني كان يروح غير مكان، يعني ليش يجي عليهم هم يعني؟ يعني بالمختصر المفيد مثل ما بيقولوا انه هالصعاليك اللي كانوا بالجبال ومطرودين اصلا من القبائل هاي، قال لهم بدل ما عم تغزوا وتقطعوا الطرق بطرق غير شرعيه، تعوا اعملكم اياها مقدسه وتقطعوا الطرق بهاله قدسيه عليها. فعلا هو هذا الطريقة اللي سواها، انه شاف انه الدعوة السلمية كلها ما تنفع، فقال لك خلاص انا يعني باي طريقة كان يريد يوصل للحكم، فلقى هاي الطريقة ابسط طريقة، القتل. يعني انا اسميه سرقة جماعية وقتل بقوة السلاح، يعني هاي الناس جماعي يهجمون على ناس آخرين، يعني معناته أنه جاي يسرقوهم يقطعوهم، يعني القانون ينال منهم، ولكن لا قانون إلا قانون السلاح قبل، يعني كل واحد الطرق كان يأخذ ضعيف. يقولوا أنه القريش هن اللي اعتدوا على محمد بالبداية، هن اللي أخذوا أموال المسلمين فاضطرون يهاجروا، والمسلمين بغزوة بدر بدهم يسترجعوا أموالهم هن ذات نفسهم. يا جان، يعني هلا مثلا نقول أبو لهب أو أمية بن خلف أو أبا الحكم اللي يسموه أبو جهل أو شو اسمه ابو سفيان، هذول الناس اللي رؤوس القبيله كانوا، فاذا سووا غلط مع ناس اخرين فالناس العاديين ما لهم ذنب، يعني انت تجي تنتقم من الناس اللي عندهم تجاره، لما انت تسرق خو ما هذول يجون يعوضون، خو ما عندهم شركات حتى شركات تامين حتى يعوضهم، يعني الناس اللي انطوا فلوسهم يريدون يتاجرون كلها راحت عليهم، دولة شلو مذنب؟ يعني انت تجي تقيس كم شخص عذبوا لهم، كم شخص من اهلك تجي تقتل البقية، هذا وين صايرها؟ يا اله هذا يقبل به اذا كان الاله موجود، فكيف يقبل بهكذا شيء؟ يعني فانت لازم تنان من اللي اذاك، روح على الاشخاص المحددين، مو تروح على الناس الامنة وتاخذ تجارتهم، والله شنو الذولي واحد اثنين ثلاثة زين وراها، ومعركة أحد ومعركة الخندق وبقية المعارك شنو كانت؟ مع أنه القرآن يؤكد أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الوزرة اللي عارف أنا يشدها بالحمام، ما أعرف هاي الوزرة اللي في القرآن. فضل بالحكم، فضل. طيب، فيعني واضحه هي مساله، يعني شاف شو اسمه العد، ليش ما اشتكى؟ ليش ما سوى الطريقه 13 سنه كان يدام اذينا؟ لانه ما كان عنده احد. لما جاب جماعه الصعاليك، الاساس الجيش كان هو الصعاليك، فهذول جابهم وناس من المدينه، فهذول جابهم صاروا وياه، فصار عنده جيش شوي شوي، وبلش بعصابة صغيرة. مافيا تبدي بشخص واحد، شخص يصيرون شخصين يصيرون أربعة، وهكذا إلى أن يصير عندهم أموال يقدرون يوزعون على الباقين، وتشوف المافيا شبكة عنكبوتية كبيرة ما تعرف أولها من آخرها. ومحمد كوه كذلك، كل ما كان يأخذ أكثر، يا مثل داعش، كل ما يأخذ النفط كان يزداد ويوسع مكانه، ونفس الطريقة يعني ما فرق. قال ابن إسحاق: كان بين رجلين، وأما خارج وأما بعث، فكان رجل وأوعبت قريش، فلم يتخلف من أشرافها إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بالمغيرة، استأجره ب4000 درهم كانت له عليه قد أفلس بها. وقد رواه البخاري على نحو آخر، فقال: حدثني أحمد عن أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث سعد بن معاذ، وكان صديقا لأمية بن خلف. شوف هنا القصة، شوف الغدر، كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ
يجي عند سعد بن معاذ. كان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، كانوا أصدقائي يعني. فلما قدم سعد بن معاذ من أصحاب الرسول معروف يعني، سعد معاذ هو ابن معاذ بن جبل. فلما قدم رسول الله المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بمكة. قال سعد لأمية انظر لي ساعة، يعني أصدقاء كانوا بعدين يغدر بي يعني، انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج بي قريبا من نصف النهار فلقيهما أبا الحكم يعني آني، فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. قال له أبا الحكم ألا أراك تطوف مكة آمنا وقد أوتويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم؟ ويقول له شوف أنت يعني جاي تفتروا ما حد يسوي لك شيء، أنكم تنصرون وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. كان عندهم عادات وتقاليد حميدة جميلة، إجا محمد ضربه كل عرض الحائط يعني، ولو كان عندهم أخطاء ولكن أخطاء محمد كانت أكثر بكثير لأنها مغمسة بالدم كانت أخطاء. هذولا كان علق ما يغيرون على بعض يعني، محمد أول ما أغار على قومه أغار. وزعمتم فقال لو سعد ورفع صوته عليه أما والله لأن منعتني هذا لأمنعنك ما أشد عليك منه طريقك على المدينة، يعني هدده. فقال له مية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله يقول إنهم قاتلوك قال بمكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، فلما رجع إلى أهلي قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمد أخبرهم إنهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة، يعني على أساس أمية من خلف قال أنا ما أطلع من مكة على أساس خاف، بس أنا ما أصدق هذا الحكي، القصص دائما يرويها المنتصرون. فلما كان يوم بدر استنفر أبا الحكم الناس فقال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج فأتاه أبا الحكم فقال له يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت؟ يعني خلي اختصر لكم، قال له إذا أنت ما حضرت الناس راح يقولون عليك أنت جبان. ثم قال أمية أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، يعني طلع مهمة يعني. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزل إلا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر، يعني على أساس مات في معركة بدر. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر فكاد ذلك أن يثيم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة. شوف هنا الجنون اللي عندهم، على أساس سراقة بن مالك كان شيطان يعني مو حقيقي، هم مصدقين هذا الحكي. بن مالك بن جعشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. قال وهذا معنى قولي تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بلا بلا بلا، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله والله شديد العقاب. على أساس هذا الشيطان قايله اللي منه سراقة بن نوفل، هذا الكلام قاله، فيعني شبهوه انه شيطان لانه يعني خوف المسلمين من ملاقات العدو على اساس. غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم منزله لا عفوا، كان اول شيء يقول لهم للجماعه روحوا حاربوا، بعدين قال لهم ماني مالي علاقه بكم، يعني على اساس جماعة أمية بن خلف وذولا. كما
حتى صار وصار معهم منزل منزل ومعه جنوده وراياته كما قال غير واحد منهم فاسلمهم لمصارعهم. فلما راى الجد والملائكه تنزل للنصر، اسمع وايد تجي بعدين ان شاء الله الملائكه تخرب ضحك، وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. هذا هيك قال سراق على اساس وهو الشيطان، وهو كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإبليس عنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل النصر فر هاربا. معركة صارت بين الملائكة وإبليس، فر هاربا فكان أول من هزم يومئذ بعد أن كان من هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واحد يقل الأدب، يا ذول أنتم هاجمين عليهم وش ما لا تغلطون عليهم، مش ما يدافعون عن نفسهم يعني. وقال يونس هلا الملائكة ضربت ببدر، يعني الملائكة كانوا من قطاع الطرق جايين ياخذوا قريش يعطونا الله. قال شوف يا جان، شوف شلون حلو الموزعين والملائكة ومن يروح وين وش يسوون يعني النكات تخرب ضحك يعني. وهاي المسلمين يصدقون هذا الحكي، أنا ما أعرف إحنا بالألفية الثالثة وهيك يصدقون هيك حكي يعني، غريبة كثير غريبة إلي. في 950 أبو الحكم يعني نعم. كيف بدك ما يصدقوا، كيف بدك ما يصدقوا يا حبيبي؟ والعريفي بهالوقت هذا في معركة حلب الكبرى، يعني في غزوة حلب اجوا الملائكة على الأحصنة، على قولة نبينا جورج، يعني ما قدر خياله يصل للعصر الحديث ويجيب له شيء دبابة بيضة مثلا يا أخي كلاشينكوف أبيض الملائكة ترمي فيه، لا اجوا على الأحصنة شايل سيفه يعني ما حدا يشوف هالأحصنة. أنا بس بدي أفهم يعني العقلية المسلمة كيف بتصدق بهالخرافات هي الساذجة اللي ما 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 يعني تركت لنا شيء حلو بهالحياة بصراحة. يعني هالخرافات اللي دبحتنا، اللي يجيك واحد ندل مثل العريفي هذا النجس هذا اللي عنده ملايين المتابعين غيسلهم دماغهم بكلام فاضي كلام فارغ، شو والله الملائكة عم تحارب معهم بحلب. طيب ما دام الملائكة عم تحارب بحلب ليش ما هزموا له هذا البشار الزفت وبوتين الخرى هذا حيش السمعين؟ يعني هل الناس الزبالة هذول ليش ما هزموا لحزب الله وحزب بطيخ وحزب كلهم على الفئة الضالة مثل ما بتقولوا؟ ليش هالملائكة هاي ما قدروا لهم طالعوكم غصب عنكم من حلب والملائكة معكم شايل حصان وماشي؟ يعني فتحوا عقولكم يا أخواننا يا أهلنا يا ناسنا، فتحوا عقولكم. هذه خرافات ساذجة بتضحكوا عليكم، أنتوا بتموتوا تحت القصف والعريفي كلب الندل عايش بقصور وبيجي على لندن بلبس لي هالبنطلون وبيقول لك لا تشبهوا وهذيك بيقول لك لا تشبه بالكفار، ولما بيجي لهم بصير كلب الكفار، هو بصير بحكي مع هي وبدقدش مع هي وبمزح مع هي وبلبس بنطلون وعادي. يعني حرام عليك حلال علي، قلنا لك تجارة هاي وعمل من لا عمل له. يعني هاي هم بهالطريقة يضحكون بها على الناس، هم يصيرون أغنياء ويبعثون الناس للموت ومعتمدين على هالآيات والخرافات اللي جاي يقروها، هم أصلاً ما مصدقية. لكن شو يسوون؟ يعني ما أنسى ذاك اليوم اللي إجا بيه لمصر، مصر إنها بلد المعرف إيش، مصر بقي يسوي وأخذ الفلوس وقبل منك البريطانية. يعني وهالناس كلهم يبكون وفرحانين للأسف الشديد. يعني للأسف الشديد يعني واحد بهلول مثل العريفي هذا الندل يضحك على 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 ناس هن أغلى الناس عنا، هن أهالينا،
وبشان اهالينا يذبحوا بعضهم، هو الكلب يروح يعيش بفنادق لندن ويتمتع بمصرات اهالينا اللي عم يذبحوا بعضهم فيها. يعني يعيش على دمائنا، يعيش على دمائنا واحد ندل مثل العريفي، واهالينا للاسف الشديد بيصدقوا هالخرافات هي ويلا على حرب. على كل، في عندك سؤال اخوي الحكم من اظن انيمالز عم بيقول سؤال الى الاخ ابو الحكم بخصوص الموضوع، كم كان عدد المسلمين الذين تركوا مكه واتجهوا الى المدينه، وهل كانوا من الوجهاء ومن الاثرياء، وهل كان لديهم تجاره المهاجرين مع محمد؟ المهاجرين قلنا يعني اللي صدقوه وهاجروا وياه مو كثير، يعني حدود على حد علمي حدود 100 شخص يعني كانوا معه. كانوا 70 بقرابة 70، يعني حدود 70 إلى 100 هلقد كانوا. بس لما هو هاجم ب300 شخص بمعركة بدر، لأنه جاء ناس آخرين من المدينة اليثرب اللي التجأ إلها، فهذول ناصروا من أوس والخزرج والناس آخرين. هو سؤاله كان إنه هل هم من الأثرياء وكانوا من وجهاء قريش مثلاً يعني؟ لا لا لا، ما أنا ما أتذكر في أحد منهم غني، وإلا كان دعم محمد من البداية. ما أقول لي من الأسماء الغنية منهم، كلهم اختنوا بالإسلام وقت الإسلام اختنوا يعني. يكون بلال الحبشي مثلاً. بلال هذا أصلاً كان منتوف هذا و. عطى شوية تزلف لمحمد، ومحمد عطف عليه وش اسمه دفع شو اسمه ماله، هو ما دفع، أبو بكر دفع شو اسمه ماله، حرر من العبودية على مرقبة. أيوة، لا هناك كانوا يبيعون ويشترون يعني. الفكرة رقبته إن شاء الله، ورقبته اللي فك له الرقبة هي، ورهبت من كثير ورهبت من كثير كمان. تفضل. لا لا، حرام نحكي عن ابن كثير وما موجود يعني. تفضل ابو الحكم، تفضل. اوكي، طبعا انت ذكرتني بشيء لما قلت ليش بحلب ما انتصر لهم، نفس محمد ليش ما انتصر، الملائكه ما لحقته في احد، وهو كسروا له اسنانه وضربوه وجرحوه من كل مكان، لولا اصحابه اللي باطرافه كانوا عاملين عليه هيك دائره ولا كان مات، ليش الملائكه ما لحقته ولا بغزوه الخندق؟ تصريح خطير جدا يا ابو الحكم، انت عم تقول انه جرحوه في كل مكان، هل هذا يعني ان حتى في بتاع يعني كمان جرحوه؟ ما اعرف صراحه، يمكن. تفضل ابو الحكم، تفضل. المهم يمكن هذا سبب يخلي دائما يفتخر بالفحوله يعني. لو ابن كثير كنت اقول لك لا انه فحل. قال يونس عن ابن اسحاق: خرجت قريش على الصعب والذلول في 950 مقاتلا، يعني طلعوا 950 مقاتل، معهم ما أتى فارس يقودونها، ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين، يعني يدقون دفوف ويغلطون على المسلمين على أساس. وذكر المطعمين لقريش يوما يوما، وذكر الأموي إن أول من نحر لهم حين خرج من مكة أبا الحكم، نحرت لهم 10، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان 9، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد 10. المهم يعني سووا لهم ذبحوا لهم ذبايح. ثم أصبحوا بالجحفة، فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة، ثم أصبحوا بالأبواء هذا المسلمين، فنحر لهم نبيه ومنبه بن حجاج 10، ونحر لهم عباس بن عبد المطلب. المهم سووا ذبايح الطرفين. نفير مكة وسير أحدهم مع علي بن أبي طالب. خلي أروح على المهم لأنه أنا خايف الوقت يفوتنا، الأشياء المهمة تروح من إيدينا يعني. مقالة هاي مختصرها وجاي أختصر بعد أكثر يعني.
فسلم يقول واحد اجي سأل قال أو فيكم رسول الله؟ قالوا نعم. فسلم عليه ثم قال لئن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه. قال إذا تصدق رسول الله كل شك في بطن الناقة مالتي. قال له سلم بن سلامة بن وقش لا تسأل رسول الله، وأقبل علي فأنا أخبرك عن ذلك، نزلت عليها ففي بطن. كان بيقول ان الجار يطالع له السكانر، هي اعجاز علمي يعني. هو القران يعني اذا بطن النساء الحاملات يعني، ما كان يقول وما يعلم الا الله، يعني ما بيعرف غير الله شو في بطن الحوامل، فما بالك ببطن الابل يعني. المهم هذا سكته، ما خلى رسول الله ينطق يعني. فقال رسول الله مه أفخشت على الرجل، ما عرفش المعنى أنت. ثم ارتحل رسول الله وقد قدمهما، فلما استقبل الصفراء وهي قير قرية بين جبلين، سأل عن جبليها ما أسماهما، فقال يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرق. مخرق غير اسم هذا. وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار وبنو حراق بطنان من غفار، فكرههما رسول الله والمرور بينهما. يعني وتفاعل بأسمائهما، يعني هو ما راد يمر بيناتهم بس تفاعل بأسمائهم، يعني بنو النار وبنو حراق على أساس هذا شيء حلو يعني. فتركهما والصفراء بيسار، يعني المهم محمد صار يدور يعني يدس جماعته ويلقي يا طرق احسن انه يروح بها سالم الى بئر بدر حتى يسوي الخطه مال السرقه وبعدين المعركه. ثم قام عمرو بالخطاب فقال واحسن، يعني كل واحد صار يمدح محمد. ثم قال رسول الله اشير علي ايها الناس، وإنما يريد الأنصار. زين ليه تريد يشيرون عليك؟ الله خلي يشير عليك والملائكة. وإنما يريد الأنصار ذلك إنهم كانوا عدد الناس، وإنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرة، يعني خايف من الأنصار، كان ذول الجماعة المدينة يعني ترى عليه نصرة إلا من دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم، يعني كان يتخوف أنه ما يطيعوا. فلما قال ذلك رسول الله قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدني يا رسول الله. قال أجل. بقيت تركت شيء يقول سعد بن معاذ مو مهم. وقال أحمد أيضا حدثنا عثمان عن إن رسول الله شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، يعني أبو بكر جاي يحكي ومحمد مهتم له يعني، فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه، يعني مهتم له. فقال عشان يقول من أعز أصحابه. فقال سعد بن عبادة، هاي سعد بن عبادة جان هذا اللي على أساس قتل الجن. شوف عمر من ذاك اليوم حاقد عليه، لأن سمع سعد بن عبادة وما سمع أبو بكر وعمر. هذا سعد بن عبادة قتله طبعا وقالوا الجن قتلوا. وسعد بن عبادة إيانا يريد رسول الله والذي نفسي بيده، ولأمرتنا أن نخيضها البحار أخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فانطلقوا حتى نزلوا ببدرا، ووردت عليهم رواية قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج، فأخذوه. وكان أصحاب رسول الله يسألون عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبا الحكم بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا ضربوه. المهم عفنا من هذا، قصة بايخة هاي. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمد وأصحابه خرج يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، المكان الذي به رسول الله. وبلغني أن قريش خرج يوم كذا وكذا،
فلما فرغ من خبري قال مما أنتما، يعني واحد جاي يسأل محمد، فقال رسول الله نحن من ماء، على أساس يسوي كلاوات عليه، يعني على أساس يضيع عليه أنه منه هو يعني. ثم انصرف عنه قال يقول الشيخ ما من ماء أمن من ماء العراق، أأمن من ماء العراق. المهم محمد كذب يعني أو سوى معاريض بس على مود ما يعرفوا يعني. فقال لهم رسول الله كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال يوم 9 ويوم 10. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوم 9 ويوم 10. فقال رسول الله القوم ما بين 900 إلى 1000. ايش قد ذكي يعني، حسابه هيك حساب يعني. ثم قال لهم فمن فيهم من اشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابن وابو البختري بن هشام وحكيم لبلبلا وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبدود. قال فأقبل رسول الله على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، هاي طبعاً سمعناها في فيلم الرسالة. وسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعيرهما، ثم انطلق حتى أتي رسول الله وأخبره بما سمع. وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذراً حتى ورد الماء، هذا أبو سفيان ذكي كان. فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني رأيت راكبين قد أناخ إلى هذا التلث ثم استسقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففتها فإذا فيه النوى، يعني شوف يعني لما شاف ماكلين النوى عرف ذولا منين جايين، ما عرف شلون بعد هاي طرقهم هم يعني. المهم بس اجعلهم لانه الوقت اخاف يدركني يعني. الشغلة الملائكة واي عجبتني يعني جان. على كل ما اتمنى من اصدقائنا الاحباء اذا في عندهم اي اسئلة اي تعقيبات ممكن بس يبعثون لنا اياها، واخوي براندي راح طبعا اختي نسرين راح يبعثون لنا كل شيء على السكايب. إذا في عندكم مداخلات أتمنى منكم أصدقائي تتداخلوا معنا على سكايب، طبعا سكايب موجود تحت الفيديو بالدسكريبشن jan.brro2. يعني بوجودكم الحلقة يعني تأخذ قيمتها ونستفيد كلياتنا. أبو الحكم خلينا نروح يعني ناخذ رؤوس الأقلام يعني، لأنه بصراحة الوقت يركض ركضا يعني مثل ما اقوله. اوكي. المهم محمد كان يعني يجهز يسوي الحيل مالته ويحضر جماعته لمعركة بدر. طبعا هم ايش سووا؟ وخلوا دفنوا كل الماء يعني كل البير اللي موجود، شفناه في فيلم رسالة من يعني المي اللي موجود بيجون جماعة على أساس الكفار من مكة يجون حتى يردون يشربون ماء، ما يلقون إلا مكان واحد، وذول محضرين لهم فرسان يعني. هون شفنا نحن بفيلم الرسالة إنه بيجوا يعني وبكل بكل بكل وقاحة وبكل ما بعرف يعني شو ورايحة على يعني. أنا المسلمين إنه ما بيفكروا بهالموضوع يعني، بيسووا لهم فخ تعوا الجماعة عطشانين يعني راح إلى أبعد الحدود بصحراء في بير في شوية مي، فعاملين لهم فخ حاطين لهم نصابات هي بالنبل النبال السهام يجوا على المي، لما يجوا على المي هن عم يشربوا يقتلون يعني. في أندل من هيك طريقة يعني؟ لا يعني بصراحة أصدقائي يعني لا تستغربوا اليوم لما شفنا هذا المسلم بالقاهرة لما من خلف الشخص بارك عم يشرب أرجيلته شال سكينته وجوه هيك وذبحه
يعني طريقه الغدر، طريقه اللؤم هي بالغدر، يعني ما بيجيك وجها لوجه، بالغدر. فشوف الخطه الماكره هي، خلى بير ويجوا من فوق بالنشابات دم 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 يقتلون. أنا أريد أشوفك جان، أريد أشوفك الجبن محمد بأثناء المعركة وتشوف الخوف والرعب اللي كان بيه. لازم ضروري أقرأ حتى الناس يعرفوها. هسه وصلت له يعني. تفضل أول حكم، تفضل. قال أصابنا من الليل طش من المطر، يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعت بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله يعني قائما يصلي وحرض على القتال. هاي وبعدين راح نشوف شلون خايف. قال وكانت ليلة بدر ليلة جمعة السابعة من عشر رمضان 2 من الهجرة، وقد بات رسول الله تلك الليلة يصلي إلى جذم الشجرة هناك ويكثر في سجوده أن يقول يا حي يا قيوم، يكرر ذلك ويلفظ به عليه السلام. فعني دائما بس يعني ما مصدق أنه راح يفلت منها أول معركة يسويها. قال ابن سام فخرج رسول الله يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به. قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلك الله ليس له أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني قال أنت ليش نزلتنا هنا؟ الله أمرك تنزلنا هنا؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. يعني قال لا يعني الله ما قال لي فيها، أنا دبرت نفسي. جابهم قال بل هو الحرب والمكيدة، يعني أنا اللي هذا اللي أكيد جماعته قال هو شو معرفه بالحرب يعني، بس كان مقضيه خده وخدر وعايشه براس خديجة، كان يعني لا يعرف شغل ولا عمل، وتزوجها وهو الشاب وباع نفسه للمرأة الكبيرة بالعمر. قال يا رسول الله هذا ليس بمنزل، فأنضب الناس حتى نأتي أدنى من ماء القوم، فنزل به نغور. قال له هاي المكان مو زين، فنبني عليه حوضا فنبني ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، هاي اللي أنا قلته. فقال رسول الله لقد أشرت بالرأي، يعني هسه تشوف هنا حتى يحكي شيء يقول الملائكة قال لي عليه. قال بين رسول الله يجمع الأقماص وجبريل عن يمينه، يعني جبريل موجود عن يمين رسول الله. هذا جبريل منه ما أدري صراحة، جبريل هسه راح تشوفوه يلبس ملابس ويتسلح وش اسمه عن يمين. إذا أتاه ملك الملائكة فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام، يعني قال الله يقرأك السلام، هذا الملائكة قال. فقال رسول الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. فقال الملك إن الله يقول لك إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر. الملائكة قال له ترى الحكي اللي قال لك يا حباب المنذر وصعي فسويه أحسن لك يعني. فقال رسول الله يا جبريل هل تعرف هذا؟ يسأل جبريل الله رسول الله يسأل جبريل يقول له تعرف هذا الشخص؟ فقال ما كل أهل السماء أعرف وأنه لصادق وما هو في الشيطان. قال لا تخاف جبريل، قال لا تخاف هذا مو شيطان، هذا من جماعتنا. فنهض رسول الله ومن معه من الناس فسار حتى أدنى، ما أعرف الملائكة اللي يحكي عنه جبريل اللي يحكي عنه كان لابس يعني هو يشوفه له الناس يشوفوا له بشر كان له خيال ما أدري صراحة. حتى أتى أدنى الماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فعورت وبنى حوضا على، يعني المهم لزم كلام ما دام أيد بيها شو اسمه لزم كلام جبريل. وذكر بعضهم أن الحباب المنذر لما أشار بما أشار على رسول الله نزل ملك من السماء وجبريل عند النبي كان يتغدى وياه. فقال الملك يا محمد ربك يقرأك السلام ويقول لك إن الله ما شاء، المهم هذا عدناه، يعني تشوفون المهزلة المحمدية هنا. فقال ليس كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بالشيطان، يعني جبريل قال له قال ما أعرف كل الملائكة لكن بس أعرف إنه ملك مو شيطان يعني. وذكر الأموي إنه نزل على القليب. نجي على المهم. قال يا نبي الله نبني لك عريشا تكون فيه، واحد قال له راح يعني نخليك ورا يعني نحميك يعني،
ما قال يعني أنا أجي قدامكم أقاتل أو شيء، لا هو من الله راده. قال يا نبي الله نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقي عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. يعني أنت خليك وراء، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله، من الله راده طبعا، شوفوا الجبن يعني بقى لي ورا. فأثنى عليه رسول رسول الله خيرا ودعا له بخير، ثم بنى رسول الله عريش كان فيه، يعني سوى له مكان يعني. خلينا نروح على المهم، اكو شغلات كلش مهمه يعني. المهم اكو اللي مات مو مهم، من اول واحد مات. روى الاحمد بن عن نصر بن عن 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 بن عباس انه قال كان اهل بدر 313 وكان المهاجرون 76، وكان هزيمه اهل بدر 27. مو مهم يا وقت. وقال الله تعالى إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا فشلتم ونتنزعتم في الأمر. هاي كلها هالآيات كلها تابعة لمعركة بدر. لتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم سلم على هاي آية يقول ولكن الله سلم، هاي غير آية هاي. وكان ذلك في منامه تلك الليلة، وقيل إنه نام في العريش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهم. راح نام قال لهم لا تقاتلوا إلا أنا أقولكم. فدنا القوم منهم، فجعل الصديق يقظه ويقول يا رسول الله دنوا منا فاستيقظ. قال يا معوص صاروا منا قوم شكوا أنهم هذا غير النبي أنت. قال يا معوص صاروا قريبين قوم يا رسول الله. وقد رأى الله إياهم في منامه قليلا، يعني شاف بالحلم، حتى بالحلم وبالخيال كل شيء موجود. وقال تعالى وإذ يريكمهم إذ التقيتم في عينيهم في عينيكم قليلا ويقللكم في عينيهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هاي كلها بالآيات، هاي كلها بالشسمة معركة بدر طبعا. الله كان كل آياته مسوي بمعركة بدر نصة. المهم هذا آية أخرى، قد كان لكم آية في فئتين التقيا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء. هاي كل آيات تجيب محمد بيه وما يلحق. خلي نجيب الشغلة المهمة هاي. زين. قال وقال ابن اسحاق وحدثني ان رسول الله عدل صفوف اصحابي يوم بدر وفي يدي قدح، جايب يعني هيك كبايه، شو تسموه انتم يعني كأس. كاس يعني ماسك كاس ويعدل بالصفوف يعني يضربهم على 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 بطنهم. يقول فمر بسواد بن غزيه حليب بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد. فقال يا رسول الله قد أوجعتني. قال له وجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. فكشف رسول الله عن بطني، يعني انت أذيتني فصالحني، شال عن ثوبه وباس من بطنه محمد. شوف عقله شقد عقل الطفل يعني. فباس من بطنه فقال استقد. قال فاعتنقه فقبل بطنه، باس حضنه وباس من بطنه. فقال وما حملك على هذا يا سود، ليش موقفت بالسرة؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. هاي فيلم جنسي صار، جلدي يمس جلدك. جلدك أقوال تقول أنه قبله حتى فوق العانة يعني. ايه ممكن ممكن ايه اكو شيء يعني بطنه تحت العانه. واكو واحده من طبق عليه من ورا قال له شنو يمنع الماء الان يا رسول الله؟ يعني خش جوا الثوبة، جوا ثوب محمد خش يمكن، طبق عليه من ورا. هاي اهم هاي الحديث موجود. قال ابنه المهم نجعل المهم
أنا ما أريد يضيع علي الشغلات المهمة جان، لأنه أكو شغلات تخرب ضحك يعني. يقول فهذه خصوصية، ثم قال البزار لا نعلم يروي إلا من هذا الوجه، فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول في العريش كما كان معه في الغار وأرضاه، ورسول الله يكثر الابتهال والتضرع والدعاء ويقول فيما يدعو به: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة بهم عصابة لا تعبد بعدها في الأرض، وجعل يهتف بربي عز وجل. يعني شوف شلون، يعني يقول له إذا أنت راح تتركنا يا ربي بعد ما حد يعبدك، كأنه يعني يهدد الله، يعني إذا أنت ما تنصرنا بعد ما حد يعبدك، وإذا ما عبدوا شو حكم، يعني؟ خلينا ناخذ اتصال من اخونا مايكل. مايكل تفضل يا حبيبي. تحياتي طبعا لأبا الحكم على المجهود الكبير لتعديل هذه الحلقه، وتحياتي لك جان على وقتك اللي تعطي فيه لنا يعني حتى نزيد من معلوماتنا على خبايا هذا الدين. حبيت ان اضيف، واتمنى من ابا الحكم ان يعقب على كلامي. حبيت نسال يعني عمليه السطو المسلح، يعني كيف غابت علينا ان احنا ان الناس هذه خارجه لتسطو على قافله، يعني هذه الناس خارجين من اجل ان يسرقوا وينهبوا قافله. بلال بن رباح هذا ماذا لديه في مكه؟ ما هذه الاموال التي خرج ليستردها؟ عبد الله بن مسعود الرعيعي الغنم ماذا لديه في مكة؟ هل ترك أموال أو ترك في، لماذا خارجين يخرجون؟ علي بن أبي طالب الطفل ماذا لديه؟ كثير وهذا آل ياسر ولا كل هالعالم هي، يعني شو الأموال اللي عندهم بمكة يعني حتى يروح يسترجعوها؟ بعدين المقارنة، يعني هل الأموال اللي عندهم تقارن القوافل؟ يعني هي القافلة هذه فيها أموال قريش بالكامل، صحيح، فتخرجون لتنهبوا قافلة في أموال القبيلة بكاملة أو عشائر بكاملة من أجل ذلك. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة أتمنى أبا الحكم يعقب عليها، هي عملية ذبح عبد الله بن مسعود لأبا الحكم عندما وقف على صدره، فقال لها أبا الحكم: لقد وقفت منزلا لم يقفه أحدا قبلك يا رعي الغنم. فذبحه عبد الله بن مسعود ولم يستطع شيء يعني أن يحمل رأسه، فربط رأسه، ربطه وربط أذنه وجره لمحمد، فقال، فضحك محمد وقال لأن كان في مشكلة سابقة بين عبد الله بن مسعود وأبا الحكم أن أبا الحكم لطم على أذنه، فقال له محمد ضحك وقال: الأذن بالأذن ورأس زيادة. يعني شوف الوحشية، شوف الإنسان المتوحش يعني يضحك على موت أبا الحكم. النقطة الأخيرة حتى أتمنى أبا الحكم يعني يسأل عليها، هي مسألة اللي أنا سمعتها من أحد الأشخاص، هي مسألة أن الأوس والخزرج رفضوا الخروج في هذه الحرب، وقالوا لا علاقة لنا بها، يعني هذا هؤلاء اللي هم مفترض مهاجرين خارجين حربوا في أهلهم، فهذا لا يعنينا. أيوة، هذه النقاط التي أحببت أن أضيفها. أشكرك أخوي مايكل، أشكرك جزيل الشكر. أبو الحكم تفضل حبيبي. شكرا أخ مايكل للنقاط اللي عرضتها. طبعا ذكرني إذا نسيت، بس أعتقد أذكر أول شيء حكى عن أنه الأشخاص اللي سرقوا ما كانوا يعني ما سرقوا منهم شيء، لأنه أصلا ما عندهم شيء، هم يعني ناس حفاة عراة، لذلك اتبعوا محمد. يعني هم لو كانوا أغنياء ما كانوا اتبعوا أصلا يعني. فهو مثل ما انت همين قلت جان، ولا تزر وازرة وزر اخرى، مثل ما يقول يعني حتى بالقانون، يعني انت اذا واحد ضربك انت تجي تضرب واحد ثاني، يعني ماكو القانون يمنع الطرفين، بس يمكن يستخف لك العذر اذا ضربت الشخص نفسه اللي ضربك، ممكن يقلل العقوبة، ولكن ما يصير انت تعتدي على ناس ما معتدين عليك. ذولا كان تجارة ناس ما لهم علاقة بالمسألة نهائيا، يعني لا هم عذبوهم ولا اي شيء يعني. ف يعني هالشي العملية اللي سووها طبعا قتل وسرقة، والإله اللي يبدي دعوته بالقتل والسرقة ليس إله،
وإنه فقط شغلات بشرية. أما بالنسبة للنقطة الأخرى اللي قال عن عبد الله بن مسعود لما قتل أبا الحكم وقسل رأسه فقال له الرأس هدية، يعني مناخيره ضرب مناخيره، فقال له الرأس هدية محمد، يعني فرحان يعني جايبين رأس قدامه يعني ونقلد على داعش. فالمهم وهذا الشيء يخليني أؤكد كلام الأخ مايكل أنه نفس الحادثة حدثت مع بلال وأمية بن خلف. كان بلال هو العبد لأمية بن خلف، فلما كانوا يا محمد وقاتل قال يعني شفت أنت بالفيلم جانت تتذكر لما قال لا نجوت إن نجا، دور على أمية بن خلف إلى أن جابه وقتله. فيعني صارت ما مسألة شخصية، عبد الله بن مسعود قتل أبا الحكم لأنه لطمه وهذا منا راح على شو اسمه. بس ذكرني على النقطة الثالثة بالله. النقطة الثالثة بصراحة يعني أنا شوي كنت شارد معك أبو الحكم، كنت شارد أنا، فعلى كل حال أنا راح أذكرها وأرجع أذكرك فيها. آسف أنا نسيتها بصراحة، فممكن تكمل وأرجع راح أرجع أتذكر. أنا كنت شارد بصراحة، أنا كنت شارد بأشياء أخرى. تفضل أبو الحكم. أوكي يعني إذا تذكرت قل لي حتى يعني نرد على كل تساؤلات الأخ مايكل الظاهر. يا ريت مايكل، مايكل آسف كتير يعني أنا بصراحة كنت شارد، ويا ريت أخونا مايكل بس تكتب لي كتابي يعني أشكرك. أحد يكتبه بالتكست ونقرأ يعني ما على سكايب يعني ما في مشكلة. أوكي يعني المهم اللي أريد أقوله أنه مسائل شخصية. على كل إنه الأوس والخزرج ما طلعوا معه، ما طلعوا معه لمحمد. الأوس والخزرج قالوا له روح أنت قاتل يعني أهلك، يعني هم أي فعلا أعتقد أني عرجت عليه سريع لأنه الموضوع طويل. فأكو قبائل مقبلة قال هو معركة بيناتكم أنتوا، إحنا شلنا دخل بالموضوع يعني ما أجوا معه يعني إلا. والدليل على هذا الشيء أنه ما كان معه من الناس الآخرين 200 أو 200 شوي غير أهله، يعني من غير المهاجرين ما كان معه إلا 200 أو 220 230 شخص يعني، ف أو 250 الحدود يعني هم 300 وشوية كانوا. فرفضوا لأنه أصلا يعني ما مآمنين بالقضية كانوا. هذا شوف أنا هذا هو السبب الرئيسي يعني. إذا أكو شيء يقول، إذا ماكو حتى أكمل. تفضل أبو الحكم تفضل. أوكي ف وجعل يقول ويقول اللهم، يعني محمد رفع يده للسماء ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم نصرك، ويرفع يديه الى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه، وجعل ابو بكر يلتزم من وراءه ويسوي عليه رداء ويقول مشفقا عليه من كثره الابتهال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانجز فانه سينجز لك ما وعدك. وكان رقيق القلب شديد الاشفاق على رسول الله. ابو قرن انت يا ابو بكر، انطيته بنتك الصغيرة تقول رقيق القلب. فالمهم محمد يشوفنا هنا انه وش قد كان يخاف يعني، بس يصلي ويبتل ما عنده غير شغلة، والناس اللي بأطرافه كلهم يحموه هو. وما سمعنا عمر، ما سمعته بحياته انه قتل احد او ابو بكر قتل احد. سمعت انت شيء انه ابو بكر قطع راس فلان او سوى، بس نسمع عمر بن الخطاب يقول دعني يا رسول الله اقطع عنقه، ما عنده غير الحكي. عن تريات، عن تريات ما عنده غير هالشيء، ويعرف انه ما راح يا ريت مره من المرات كان يقول لي يلا اقطع عنقه، ما كان يسويها. يعني ما اعتقد عمر كان قاتل أحد، ولا سمعت بأي رواية أنه قتل أحد يعني. وحكى السهيلي عن شيخ أبو بكر بأنه قال كان رسول الله في مقام الخوف. شوف هنا يشوفك رسول الله كان يخاف، هذا من ابن كثير طبعا. كان رسول الله في مقام الخوف والصديق في مقام الرجاء، يعني أبو الصديق أبو بكر الصديق كان أشجع منه، وكان مقام الخوف في هذا الوقت يعني أكمل. قال لأن الله، شوف يعني الكلاوات هذا اللي يضحكون بها على الناس، قال لأن الله في يفعل ما يشاء فخاف أن لا يعبد في الأرض بعدها،
فخوفوا ذلك عبادة، فخوفوا ذلك عبادة. على أساس هذا الخوف محمود لأنه يعتبر عبادة، يعني هذا الخوف اللي خافه محمد. يعني يعني شوف لما يردون يضحكون على الناس شلون حكي يجيبون، يعني يعني هو كان خواف بعد، شنو بعد عبادة؟ يعني أكو بالخوف عبادة؟ يعني لو ما خايف كنت تقولون شجاعة، يعني الشجاعة وقوة من الله وما أعرف إيش. يعني لو بايل على نفسك كنت تقولون يعني كنا نقول على نفسك. بذكرني أبو الحكم، بذكرني لما في حديث بيقول نصرت بالرعب لمدة لمسير شهر ولا مسير 40 يوما. يعني ف لما بيخاف بيصير عبادة، ولما بيكون قوي عنده جيش بيصير الضحوك القتال. يعني بالسوبر ماركت ابدا بياخذوا اللي بدهم اياه وبيطرحوا اللي بدهم اياه. فمحمد لما بيخاف بيصير عبادة، لما بيكون عنده جيش بيخوف العالم، جئناكم بالذبح وجئناكم على اساس شجعان فرسان شجعان. هنا راح نوصل الى المكان اللي التقوا بها، اللي طلعوا بها حمزه وابو عبيده بن جراح وعلي. فلما خرج اليه حمزه بن عبد المطلب خرج لواحد، فلما التقيا ضربه حمزه فاطن قدمه بنصف ساقه ودون الحوض، وقع على ظهره تشقلب رجله دما نحو اصابعه، ثم حبى الى الحوض حتى اقتحم فيه يريد، زعم أن تبر بيمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله، ما خلى يوصل المي. قال الأمين فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته، فبرز بين أخيه شيبة وابن الوليد، فلما توسط بين الصفين دعوا إلى البراز براز، فخرج يعني البراز مبارزة، فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة، هم عوف بن ومعاذ بن الحارث وأمهما عفراء، والثالث عبد الله بن رواحة فيما قال، يعني ذو شلو من الأنصار فما قبلهم. فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. فقالوا ما لنا بكم حاجة. وفي رواية فقالوا الكفاء كرام، ولكن اخرجوا إلينا من بني عمنا. ونادى مناديم يا محمد أخرج إلينا كفاءنا من قومنا، هذا تذكره بالفيلم. فقال نبي قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. وعند الأموي إن النفر من الأنصار لما خرجوا كره رسول الله، لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله وأعدائه، فأحب رات يضحي بذولك أول شيء، يضحي بالأنصار مو بجماعته، فأحب أن يكون لك من عشيرته، فأمرهم بالرجوع، أمر أولئك الثلاثة بالخروج. قال ابن إسحاق فلما دنوا منهم قالوا، طبعا هو الأوامر بيده، يعني لو كان يرد يقول من الأول تعالوا أنت يا علي يا فلان وعلي. قال من أنتم؟ وفي هذا الدليل إنهم كانوا ملبسين يعفون من السلاح. فقال أسماءهم، فقال نعم أكفاء كرام، شلون يمدحون بالله قبل ما يتعاركون. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذفف عليه واحتمل صاحبيهما فحازاه على أصحابهما، يعني كل واحد رجع المجروحين رجعوهم الى اصحابهم. اعتقد مع صفحه الاخمات او ما مات بالفيلم شوفنا انه فقط العدو مات يعني. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مجلس عن ابي ذر انه كان يقسم قسما ان هذه الايه هذان خصمان اختصما في ربي. ما هي الايه جبتها ليش؟ شوف حمزه عنده مشكله ويا عتبه، والايه تجي هذان خصمان اختصما في ربي، يعني كل شيء يجيب عليه آية محمد كان يعني أنت شاليك يا ذولا، كانوا الشخصين عندهم عداوة ما تجيبه بالقرآن وتخليه على مر الزمان. المهم نوصل إلى الشيء المهم، الملائكة شلون قاتلوا ويا محمد. يعني ما أدري إذا عندك شيء يقول. تفضل أبو الحكم تفضل. أوكي
اوكي هنا نجي. وقد روى مسلم وابو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمه بن عمار اليماني وصحيحه وهكذا قال غير واحد عن ابن عباس والسدي والمهم وغيرهم ان هذه الايه نزلت في دعاء النبي يوم بدر. الايه يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر الا من عند الله. الايه واضحه تقول انه دزينا لكم ملائكه يعني حتى لي ما يقدر ينكرون هذا الشيء. يقول نزلت في دعاء النبي يوم بدر وقد ذكر الأموي وغيره ان المسلمين عجوا الى الله عز وجل في الاستغاثه بالجناب والاستعانه به وقوله تعالى بألف من الملائكه مردفين اي ردف لكم ومدد لفئتكم رواه العوفي عن ابن عباس. المهم جوي الملائكه وياهم هنا تشوف ايش لابسين وش مسوين. قد روى علي بن ابي طلحه الوالبي عن ابن عباس قال ومد الله نبيه والمؤمنين بألف ملائكه وكان جبريل في 500 مجنبه يعني 500 واحد جايبهم وكلهم مسلحين. يعني هذا شنو من اله يعني يلبس الملائكه يلبسهم درع ولا بيطيهم سيف في ايديهم؟ شنو هالكلام الفاضي؟ انا بدي افهم هون يا ابو الحكم يعني هالعقليه اللي ممكن تستوعب او تصدق هيك حكي. يعني اليوم انه بغزوه بدر كانت الملائكه عم تلولح بالسيوف وعم تقتل الناس هاي الكفار. يعني اول شيء يعني شوف الادفانتج اللي عند المسلمين انه في جنود. يعني لو كان واحد اي شخص واحد على الاقل لو ملاك واحد عم بيحارب معهم يعني كان ما عاف ولا قريشي او ولا كافر. لانه ليش؟ لانه اولا الاعداء اللي هن الكفار القريشيين ما شايفين هالملاك، فالملاك شايفهم كلهم يطعنهم واحد واحد وعلى السريع بيقتلهم. يعني كم واحد؟ ألف واحد هن كانوا ألف 2000 يعني 950 تقريبا. ألف واحد خلينا نقول يعني بكل سهولة ممكن ما حدا شايفه أصلا هالملاك، ممكن يغزهم كله على السكينة على الماشي ما حدا شايفه. لأنه يعني كان لشو يغز السكين جان يعني ينفخ عليهم ومو ملائكة. نحن نجي على العقلية انه شايل سيفه وراكب حصان مثل ما تفضل العريفي هذا النجس الكذاب عم بيحارب مع محمد. يعني سيف واحد ملاك واحد مو ملائكة. يعني ملاك واحد ممكن يقتلهم واحد واحد انه كلهم 950 ألف واحد يعني ممكن يقتلهم بكل سهولة غزة سيف كل واحد ويمشي. يعني أنا بس بدي هالعقلية هاي اللي إنه تصحى يا أهالينا يا ناسنا أصحوا. الخرافة بتتم خرافة يعني وزنا بعقلك أنت إنه إذا واحد شخص ما حدا شايفه وشايل سيف وعم بيغز هالناس هذا فما حدا بيقاتله يعني ما حدا بيوقفه عند حده. راح اذكرك بشغله جان انه المشكله مو بالملائكه يجون يحاربون، المشكله الطريقه اللي يسويها محمد هي مضحكه، مثل البراق شلون صعد للسماء وعنده اجنحه وما اعرف ايش، يقول طرت مره واحده وخلاص، الطريقه اللي يشرح بها مضحكه، يعني هنا مثلا يقول لك ميكائيل 500 من الصفحه وجبرائيل من 500 من الصفحه عندهم جنود. يعني شنو 500 شنو ألف شنو الكلام الفاضي؟ يعني هم إذا راح يحاربون ند بند يعني راح وما راح يشوف الملائكة كيف راح يحاربه؟ يعني على قولتك شخص ملائكة واحدة كافية يغزن كلهم وبرقبتهم يجرن وخلاص لا يشوفوا ولا شيء، لا يلبس درع ولا شيء سيف يد ولا أي شيء. يعني هو هاي نال المضحك. أنا ليش أصريت يعني أقرأ هذا الشيء؟ يعني شوفك الغباء اللي يتصرف فيه محمد لما يشرح لنا كيف حاربوا وياه يعني كأنه أشخاص عاديين يعني والملائكة ما تموت. يعني قابل ليش لابسين درع؟ يعني لا هي الملائكة تموت حتى تلبس درع؟ ويقول لك جبريل لابس عمامة غير العمامة الجنود الملائكة الباقين حتى يبين يعني ينعرف لمين ينعرف ما أعرف يعني صراحة.
إذا هو ما مبين يعني الملائكة ما يعني ما حدا شايف الملائكة ف يعني شوف السذاجة اللي ممكن أنا يعني أسف كتير بصراحة إنه هدول أهالينا اللي مصدقين هالحكي هاد اللي ممكن تروح عليهم بكل بساطة فكرة إنه في شخص مختفي وعم بيقتل مع المسلمين عم بيقاتل مع المسلمين. طب كيف عم بيقاتل يعني؟ هو يقتل، هو شغلته يقتل يمشي لأنه العدو ما هو شايفه أصلاً يعني، فغزة سكين على الماشي وخلصت الحكاية مثل ما قلت. راح اثبت لك انه ما شايفين، انت الكلام تقول ما شايفين، في اثبات كمان. شوف البعد اللي جاي ورا يعني مضحك اكثر، كوميدي يعني فعلا كوميدي. هلا تشوف، خليها مفاجاه للناس تشوف هسه. يقول قال وامد الله نبيه 500 مجنبا لجبريل وميكائيل في 500 مجنبه، وهذا هو المشهور. ولكن قال ابن جرير عن عان المهم نزل جبريل في 1000 من الملائكة على ميمنة النبي وفيهما أبو بكر، ونزل ميكائيل في 1000 من الملائكة على ميسرة النبي وأنا في الميسرة، سواء 1000 مكان آخر. المهم بس قال فجئت، قال لمن لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لانظر الى رسول الله ما فعل، قال فجئت فاذا هو ساجد يقول يا حي يا قيم يا حي قيم. لك ما بطل السجود، تضحك على الناس تسجد حتى يروحون هم يموتون وانت تنجى يعني بالصلاه مالتك؟ تروح انت من تحارب وياهم تثبت لهم رجولتك يعني. المهم لا يزيد عليه، فرجعت للقتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ايضا، فذهبت للقتال ثم رجعت وهو ساجد. يروح يجي يلقي ساجد، يروح يجي يلقي ساجد، حتى فتح الله على يده. على يد مين فتح؟ اريد اعرف. على يدكم يا زمايل، مو على يد رسول الله. رسول الله بس كان ساجد، ايش سوى يعني؟ فاخذ ابو بكر بيدي وقال حسبك يا رسول الله، الححت على ربك كافي بعد لا تلحق. فخرج وهو يثف بالدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويلون الدبر، بل الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذه الآية ما قال عمر أي جمع يهزم وأي جمع يغلب، يعني تخربطت عليه عمر. قال عمر فلما كان يوم بدر ذكر، قال ها هاي الآية هنا. المهم سأشوف محمد شو يسوي. وأبو بكر يقول أنا بالله بعض مناشدك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وقد خفق النبي خفقة هو في العري ثم انتبه فقال أبشر يا أبو بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع يعني الغبار، يعني غبار عم يسوي. شلون سوى غبار إذا هو أصلا ما موجود بالأرض يعني، هو ما مبين يعني. قال ثم خرج، ما أقول لك الشرح أسوأ من الشسمة يعني. بصراحة يعني الملائكة هي عليهم أفلام عجيبة غريبة يعني. أول شيء هو ملاك لا يرى ولا يرى ولا شيء وبيطالع غبرة يعني، هو أصلاً كائن ينطلع الغبرة ما أدري من طيزة ما من ينطلع. المهم كمل. وقال والذي نفس محمد بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قبل الفيلم موجود كان. المهم يريد بس يدزهم. قال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يدي تمرات أكلهن بخن أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال ثم قذف التمرات، يعني جاء يأكل ويحارب غير زمال هذا، فذف التمر مني إذا قال الوقت اللي أكل بيه التمر خلي أروح أقاتل وأموت أحسن لي حتى أروح الجنة. ثم قذف التمرات مني وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. فقال رسول الله لا تقدمن أحدا منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله قوموا إلى جنة عرض السواد، روحوا إلى عرض جنة دون يعني عرض السماوات والأرض، بس خلصوني يعني، روحوا حاربوا حتى الله يعطيكم الجنة. لا المشكلة يعني روحوا على الجنة
وجايين لا يسرقوا قافله، يعني جنة عرضها السماوات والأرض، جايين يسرقوا قافلة، يعني يقطعوا الطريق أمام قافلة يأخذوها ينهبوها، ويوعدهم بأنه سرقوا القافلة، سرقوا لي القافلة وأعطيكم جنة عرضها السماوات والأرض. يعني هم عمينا كانوا سرقوا. أي عقلية يا ناس، أي عقلية يا هو تقبل أنه تروح على الجنة بشان أسرق لرئيس العصابة، بعتني اروح اسرق قافله، والله ليش ازوني وانا بمكه هذول اهلي؟ يعني حراميه جايين يسرقوا، والوعد شو؟ الجنه عرضها السماوات والارض، كاني السماوات والارض هي كل شيء، هذا اللي شايفه، يعني هاي الزرقاء والارض هي كل شيء في 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 الكون. الأرض إذا محمد لو كان يعرف عرضها السماوات والأرض، لو كان يعرف شو هي الأرض بالنسبة للكون، كان أصلا استحى يقول عرضها السماوات والأرض. يعني لو كان في شيء اسمه سماء بالأساس، يعني أو يعرف مدى حجم الأرض بالنسبة للكون، كان استحى يقول هالكلمة هي. يعني وخلي يجي بهلول النجار هذا الفشار، خلي يفهمنا شو معناته جنة عرضها السماوات والأرض. جان، انت تتذكر انه خلق السماوات الارض بستة ايام، وهاي السماوات كلها بيوم واحد. يعني عائل يسمع مجنون يتحدث، عائل يسمع والعكس، مجنون يعني عائل يسمع، يعني هي الحكي هذا. ستة ايام الارض والسماء بيوم واحد، يعني كيف؟ يعني هو مفكرون هيك اضوية متوزعة جرافيك هنا وهنا وهنا، ويا هي بسيطة، هاي كتير بسيطة، كلها أصغر من الأرض. هو يمشي على الأرض، نفكر الشمس هالقد، قال لك الأرض أكبر من الشمس، يعني قال لك يا ابن كثير إنه الأرض أكبر من الكواكب كلها، يعني وكلها تدور حول الأرض. يعني فالمهم هنا لما قال له، فقال رسول الله قوم إلى جنة عرضه السماوات، قال يا رسول الله جنة عرضه السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال يا رسول الله ما حملك على قول بخن بخن؟ يعني محمد قال له ليش قلت بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، أتمنى أكون من أهلها اللي أنت تقوله. فقال فإنك من أهلها. يعني صار يوزع الجنة براحته، كانت جنة أبوه. يعني أنت إلك جنة، أنت إلك جنة، أنت إلك جنة. يعني طبعا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معقول هو ما يوزع الجنة؟ يعني هو هذا الأعرابي اللي كان عم يأكل تمرة، لما يسمع كلمة جنة عرضها السماوات والأرض، له ملكه وقصور فيها لبنة مبنية، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وهو أصلا عريان لا شيء يلبس، يعني وأكله التمر، يعني شو ما خلص ويروح يموت، المهم بلها الحياة هاي، في وعد بالآخرة، نساء وحوريات وخمر و و و و و و فأكيد راح يكب التمر، يعني التمر شو، وأموت وأروح للجنة. إيه، ويقول وقد قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. يعني هنا بلشت معركة بدر، اضربوا الروس، يعني اقطعوا الروس يعني، واضربوا منهم كل بنان. يقول لك قال بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا فنظر إليه فإذا وحطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت واخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك يا رسول الله. يعني تعجب هذا شن وقع وأنا ما ضربته. فقال صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة. جاب الثالثة ما قال السابعة، يعني لأنه بعيد السابعة، سواء الثالثة. فقتل يومئذ 70 وأسروا 70، الملائكة قتلوا 70 وأسروا 70. قال ابن إسحاق حدثني عن عن عن
قال حضرت أنا وابن عملي بدرا ونحن على شركنا وأنا لفي جبل ننتظر الواقع على من تكون الدائرة. فأقبلت سحابة فلما دنت من الجبل سمعنا منها حمحمة الخيل، يعني السحابة بيها حمحمة خيل، يعني برمن برمن درجن 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 مثل ما يقول. وسمعنا قال لا لا صهيل الخيل لازم تكون، يعني السحابة لها صهيل الخيل يعني. وبصراحة أنا يعني أشفق على الناس اللي بتصدق الحكي هذا، أشفق عليهم. فأقبل السحاب فلما دنت من جف سمعنا منها حمسة من وسمعنا قال يقول أقدم حديث فلا. فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه من الخوف يعني مات. وأما أنا لكدت أن أهلك ثم انتعشت بعد ذلك. سووا له شو اسمه، جابوا له هاي النعشة مع القلب، ضربوا له يا بعلق البصر زين. وقال وحدثني عبد الله، شوف الـ 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 الخيالات والخرافات اللي يحكوها. وكان شاهد ابن قال بعد ان ذهب بصره لو كنت اليوم ببدر معي بصري لاريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكه لا اشك فيه ولا تمارى، يعني لو مو انا اعمى كنت اشوفكم من يا طريق جوي الملائكه. حتى انت اعمى وتكذب امينا. خلينا نشوف محمد السؤال اللي قلت لكم عليه المفاجاه. بعد يمكن ما جاية هذا مال بو اسمه مو مهم. وروى البخاري عن إبراهيم بن موسى عن خالد عن عكرمة عن إن رسول الله قال يوم بدر هذا جبريل أخذ ربيع برأس فرسه وعليه أداة الحرب. يعني تعرفون شنو أداة الحرب؟ يعني أداة الحرب يلبس الخوذة على رأسه ويلبس الدرع ويستلب السيف ويمسك بيده شيء دافع بيه على نفسه. يعني أريد أعرف شلون تدبرها هاي محمد، يعني شو سبب الدرع يعني جبريل؟ ما تقولي شو سبب الدرع. أريد أوصل هاي المكان اللي قلت لكم عليه لأنه ما أريد أطول كثير لأنه هذا كلش حلو ويخرب ضحك. يعني على فكرة معنا 7 دقائق بقي يا أبو الحكم. شنو عندنا امتحانات لازم ننام؟ لا لا عنا بصراحة أنا الحلقات ما راح زوية أكثر من ساعة ونص لأنه أوكي أنا ما تمل يعني تفضل. ما راح أطوله بس أريد أوصل هاي المكان اللي قلت عليه هذا اللي ضحكني كثير يعني. المهم يقول عن قال جاء يوم بدر بالثلاثة رؤوس فوضعتهن بين يدي رسول الله فقلت أما رأسان فقتلتهما أما الثالث فإني رأيت رجلا طويلا ضربه فتدهدها أمامه فأخذت رأسه. فقال رسول الله ذاك فلان من الملائكة، يعني دب على الملائكة. قال له تمتذي من هذا ملائكة، يعني المهم أي واحد يجي كان يضحك عليه. خلي شوف محمد شلون قاتل المشركين هو بنفسه. يعني وهكذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن. وهذا قال ابن مسعود النعاس في المصاف من الإيمان والنعاس في الصلاة من النفاق. يعني شوف لما يردون يسوون الشغلة يعني أريد يفهمون إياها ليش النعاس بالقتال إيمان وبالصلاة نفاق، هذا أريد يشوفون إياه. يعني فقال له هنا اسمع هاي اللي قلت لكم عليها، يعني محمد شلون جاي قاتل. فقال له جبريل خذ قبضة من التراب، يعني محمد أخذ قبضة من التراب، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم على الأعداء فما المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين وبعضهم ماتوا. هذا شوف فيلم هندي جاب حتى بالافلام الهنديه ما يسوى، جاب تراب وذب عليهم، بعضهم مات بعضهم وقع بعضهم انجرع بعضهم كسر. لا يا ابو الحكم يا ابو الحكم يا حبيبي هي من قوه الدفع الرباعي الدفع. يعني اليوم اذا بتشوف انت النيازك لما بتسقط على الارض
هي حجارة يعني صغيرة، لما بصير تاخذ جاذبية الأرض تولع نار. فمحمد من قوة الدفع خلى التراب هذا يشعل النار فيقتل فيها الكفار والعياذ بالله، يعني فمن قوة الدفع يعني الدفع الرباعي. أي واحدة ثانية تأيد الكلام. فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقعة الحصى في الطس، وقبض النبي القبض التراب فرمى بها فانهزمنا. يعني هاي التراب اللي ذب عليهم كلهم انهزموا، مثل مرات يسوون للنكتة يعني يسوي هيك يذب عليهم تراب أو شيء كلهم يقعون يموتون، يعني يسوي للضحك يعني. لحظة أشوف لك بعد. يعني هاي الشغلات كثير ذاكرين منها شلون محمد شال بيهم. شو يقولنا؟ وأمر رسول الله فأخذ كفة من الحصى ثم خرج فاستقبل القوم فقال شاهدت الوجوه، ثم نفحهم بها ثم قال لأصحابه احملوا فلم تكن إلا الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم. يعني هاي الذب الحجارات اللي مات مات واللي تأثر تأثر. ومن هذا الحكي طبعا هواي اكو مليان، ما اريد اطوله اكثر لان كل نفس الكلام معاد شلون يذبون يذب الحجر وكلهم يقتلوا مثل افلام الانديه. اجيبكم بس اخر جمله اخر جمله. فقال فبلغت رسول الله فقال لعمر يا ابا حفص، قال عمر والله اني لو لاول يوم كناني فيه رسول الله بابي حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف، فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف، والله لقد نافق. هذا حبيت أنهي به الحلقة، أنه عمر كعادته يهدد ولا يفعل شيء. طبعا من هذا الكلام كان هواية بس أنا ما ردت أقوله كله، يعني مرة ذب تراب مرة ذب حصو، اللي وقع وقع واللي انعمى انعمى، هيك روايات كلها موجودة بالقصة. يعني أتمنى الناس يصحون ويفكرون، هذا هو بالتراث الإسلامي، هذا هو كلام ابن كثير، وما أخفيته وأعظم. يعني في كثير شغلات ما قريتها، إنه يصدقون إنه الملائكة تحارب وياهم ويقتلون الناس بهذه الطرق الوهمية اللي أوهمهم به محمد، مثل ما يقول ضحك على الذقون، وهو كان يوم بدر وبعدين نساهم الملائكة نساتهم طول عمرهم. شكرا جزيلا. أشكرك أخوي أبو الحكم، أشكرك. أنا بصراحة يعني أتمنى من أهلينا ومن ناسنا من حبايبنا المسلمين، يعني اللي هن همنا بصراحة، يعني أنه يوعوا يفكروا على الأقل يحطوه بتفكير شوي منطقي. يعني اليوم مثل ما شفنا يعني الملائكة ألف على الميمنة وألف على الميسرة، وعدد المسلمين 200-300 شخص، والكفار أو آل قريش ألف شخص، يعني ألف من الميمنة وألف من الميسرة ما حدا بيشوفهم بالعدة الحربية الكاملة، يعني بترس وسيف وخوزة وكل شيء كاملين يحاربون ألف شخص، يعني 2000 شخص غير مرئيين يحاربون 1000 شخص مرئيين. الكفار لا يرون الملائكة، والملائكة ممكن تدبح على كيفها يعني بدون ما حدا يشوفها، ما حدا بيقاتلها لأنه غير مرئية. فالعقل والمنطق بيقول لك إذا واحد شخص واحد غير مرئي ونزل بين هالتسعمية ممكن يقتلهم بكل سهولة ويمشي بدون أي أذى لهالشخص الغير مرئي أصلا، مين ده يشوفه يعني؟ هو ممكن يجي دق 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 يقتلهم كلهم وهن ما شايفين لا حول ولا قوة، يعني مثل واحد من بعيد يخبطهم رصاص برصاص. فهل من المعقول 2000 ملائكة من الميمنة والميسرة ولم يقضوا عليهم كلهم؟ يعني في اكيد بغزوة بدر العالم هربت، يعني خسروا الكلام صحيح ولكن هربوا كلهم ماتوا، يعني كان المفروض كلهم يموتوا ويتم الهجوم على مكة مباشر.
ويقتلوا كل الموجودين من أهاليهم يعني، ويأخذوا الغنائم. وأبو سفيان كان قتلوه بهذاك الوقت بكل سهولة، وأخذوا قافلة أبو سفيان. يعني أبو سفيان غير مجرى القافلة مثل ما بقولوا، وراح على مكة يعني، طلع نجب مثل ما بقولوا بتجارته. فأرجوكم فتحوا عقولكم يا أخواننا، فتحوا عقولكم، لأنكم أنتوا أهالينا، أنتوا بتهمونا كتير، أنتوا أهالينا بالنهاية. اللي عم بيصير أنتوا اللي عم تدفعوا الثمن، طبعا نحن كمان عم ندفع الثمن، نحن مجروحين من جرحكم، نحن مجروحين وأنتوا مجروحين. بلدنا ضاعت بين ايدينا من وراء هالخرافات هاي. يعني هذا العريفي الندل هذا، لو بالفعل في ملائكه عم تحارب مع الاخوان المسلمين هدول الانبال اللي خربوا بلدنا هن وآل اسد، يعني لو في ملائكه عم تحارب ما كان خلى بوتن الكافر الوضيع يدخل حلب وينجسها. يعني ما كان خلى آل أسد الأندال يدخلوا حلب وينجسوها. لكن للأسف الشديد بدها بس شوية عقل تفكروا، بس شوية تفكير، ما بدها أكثر. على كل أصدقائي آسف للإطالة، أنا طبعا رح أخذ كلمتك الأخيرة أبو الحكم، بس أنبه أصدقائي وحبايبنا أنه يعملوا سبسكرايب قناة الجهر بالحاد الاحتياطية وشبكة تنوير شمال أفريقيا وشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا ما شبكة كهرباء، قناة يوتيوب هي. أبو الحكم تفضل إذا في عندك كلمة أخيرة. يعني كلمة الأخيرة حبيت أقول أنه الملائكة، يعني أريد أذكر بهالشيء أنه الشرح اللي يشرحه محمد عن الملائكة هي مضحكة. يعني هو ما يحتاج للدرع، لأنه لا أحد يراه ولا أحد يقدر يؤذيه. يعني ليش يلبس درع يعني؟ وآلاف ليش يحتاجون آلاف؟ على قولة جان، واحد كان كافي يروح يذبحهم كلهم. المهم الله ما كان يعرف شنو الرصاصة، كان استعمل رصاصة حجارة من سجيل. والملائكة دعوة الإخوان المسلمين نفس الشيء، قالوا في رابعة إخوان الملائكة قاتل معنا وحلم برسول الله والكلام الفاضي. وفي ناس يصدقون هذا الكلام، هذا اللي قتلك لحد الآن يصدقون هيك خرافات. يعني أشكر جميع المشاهدين وأشكر أصدقائنا وصديقاتنا بالتكست اللي كانوا معنا، حبيت اتواصل معهم، ولكن في يوم غد اكون معهم بالتكست مباشره نحكي ونتحاكى. وشكرا جزيلا، اتمنى يعني اضاءنا شوي بعض العقول. اتمنى من بعض المسلمين كانوا يشاهدونا وفكروا شوي، حتى لو فكر واحد اثنين انا كافي الي انه شوي عقلهم يهتدي انه هذه كلها خرافات بشريه، ولا يوجد اله ولا من يدعي بوجود هذا الاله. شكرا جزيلا. اشكرك اخوي ابو الحكم، اشكرك طبعا اصدقائي، اشكركم جزيل الشكر. وانبه انه بكره الساعه 5 راح يكون معنا نبينا سامي الذيب في حلقه عن نسخته بالانجليزيه، نسخه القران بالانجليزيه. طبعا هو المقرر انه تكون الحلقه بالانجليزي، لا نشوف شو راح يصير معنا لبكرة. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء وأوقات سعيدة للكل. شكرا لكم، إلى اللقاء. باي باي.